السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبد الله في كل مكان. تحت لحضراتكم المصرف النهاردة زايد مثل مية عميد تقريبا زي ما حضراتكم شايفين. انا جيت النهاردة لقيت مش عارف اقعد، القعدة عليها مية، دي القعدة بتاعتنا دي الاساسية عليها مية. احنا طبعا يا جماعة كنا وعدنا حضراتكم في الفيديو اللي احنا اصطاد برضو على كده، ولكن احنا كنا وعدنا حضراتكم ان احنا هنعمل فيديو عن تخزين الريمة، طريقة تخزين الريمة اللي هي دي خضرة. طبعا يا جماعة الخضرة دي الطحالب بتعيش في المية، الطحالب بتطلع في المية وقتها او موسمها يبدأ من شهر واحد تبدأ تكسو المياه، تبقى عبارة عن سجادة في اغلب المياه، وخاصة المياه اللي عندنا، انا بتكلم عن المياه اللي عندنا بتبقى شبه السجادة بالظبط. احنا بنيجي في شهر واحد او في شهر اتنين والريمة لسه جامدة وماسكة نفسها، ننزل نجيب الريمة من المية. كنا انا ومصطفى طويله صاحبي واخويا وحبيبي اللي بيطلع معايا في فيديوهات بتاعت السهرات على طول، فقال لي احنا عايزين نخزن الريمه. قلت له يا مصطفى هنخزنها ازاي؟ هتنفع تتخزن؟ قال لا هتنفع تتخزن، هنجرب. بالفعل جينا في الوقت ده من السنه نزلنا جبنا الريمه. طريقه تخزينها يا جماعه انا هعمل فيديو في الشتاء كامل عن طريقه تخزين الريمه، بس انا دلوقتي بدي حضراتكم خلفيه يعني عن اللي احنا عملناه، علشان لو في حد الريمه اتسبقت عنده شويه وحب يخزن بدري يخزن. نزلنا يا جماعه جبنا الريمه، عيدان بتبقى طويله، تمسك العود زي ما هو تقطعه وتعمله كور زي دي بميته يا جماعه، لانها طحالب، لان الريمه طحالب بميته بتاعته اللي هي فيه، وتروح حاطط الايه شويات يعني الحته ديت قد صيدليه. انا عندي من في البيت اكتر من 40 ورقه زي دي او 30 ورقه زي دي، كيس زي دي. طيب هي نجحت ولا ما نجحتش؟ ده اللي هتشوفوه احنا بنصطاد، وهنحطها هنا تفك وهتشوفوه احنا بنصطاد وغله. اذا قلنا نهاركم زي الاحسن يا كريم. يا مسهل الحالة الدور على الزبل، الدور يا جماعة جيت لقيت ورد النيل قافل على بعضه. في الوقت ده لما تيجي تلاقي ورد النيل قافل على بعضه، حدد مكان دورك الخشب بتاع اللي كان بيبقى باين قدام حضراتكم دلوقتي فوق منه متر مية اهو، او متر الا ربع مية، حدده الاول وبعد كده ايه وقف ورد النيل على كل حواش زيك، اكن المية ارتفعت وحضرتك رفعت ورد النيل بايديك، واعلف عرفتك واتكل على الله وان شاء الله ربنا يصلح الحال يا كريم يا رب. الريمه يا جماعه اللي احنا حطيناها في الميه دلوقتي كانت محضره الكيس اهو يا جماعه، انا عايز اوريه قدام حضراتكم كده عشان تبقوا حضراتكم ملمين بكل حاجه. طبعا ديت انا جيت في اول السخف في موسمها وحطيتها بميتها يا جماعه، ما غسلتهاش ولا عصرتها ولا الكلام ده. فباجي دلوقتي اهي الريمه اعصرها اهي، شايف الميه حضرتك اللي بتنزل اللي هي اللي انا ايه كنت حاططها بيه، عشان كان في صديق وانا جبت اخزنها قال لي ده هتسيح منك وتعمل منك وتعمل كلام يعني من ده. حته الريمه يا جماعه حضراتكم شايفين اكنها لسه طالعه من الميه دلوقتي اهو، بغسلها اهي. شوف عود الريم عامل ازاي، عود الريم عامل ازاي، لكنها يا جماعه طالعه من الميه. انا بعت جبت ال عود الريم البوصه بتاعت الريمه خليني كده معدل معلش فرتها كده تاني ارمي واخد سمك. الريمه دي يا جماعه متخزنه من شهر اتنين، واحنا دلوقتي النهارده كام 7 4 24 23 7 النهارده 23 7 الريمه دي متخزنه يا جماعه اهي. عندي انا كميه من ده، عندي كام كيس كده كنت عشان وهي حضراتكم قدامكم ساحه النيه، هطعم منها يا جماعه وريحتها ريحتها مش بطاله، ريحتها كويسه، هطعم منها ورمه راميه. انا طبعا بصاد غله بس علشان خاطر يبقى الفيديو يا جماعه في طريقه تخزين الريمه، وهنعمل فيديو مفصل عن الطريقه في موسمها، في موسم الريمه. شوف الريمه حضراتكم حاجه تفرح اهي اهي. وطبعا الفيديو ده يا جماعه بهديه لاخويا وحبيبي الحاج شحات الدجروري. مين يا مضى؟ الحاج شحات الدجروري واحد من عباقره صيد الريمه في مصر، هو كان عايش في حشيسه هنا ودلوقتي عايش في الفيوم. راجل طبعا صديق قديم وكان دايما بتاع اختراعات، كان قبل الفسفور ده ما يطلع
زمان كنا بنصطاد من مكان اسمه اللحوم، مجزر عندنا هنا، كان قبل الفسفور ما يطلع كنا بنولعه كويتش علشان نشوفه الغماز وهو ماشي. فهو راح ابتكر، جاب ايه، هو واخويا الشحات الشناوي جابوا بطاريات كبيره ولومط بتاعت عربيات، وعملوا لنا شبكه كده على الهدار علشان نعرف نصطاد. فانا من خلال الفيديو ده ببعت له كل التحيه، واحد من اساطير صيد الريمه اخويا الحاج الشحات الدكتور. الريمه زي العسل اهي، خليها في الثلاجه بقى عشان ما تفوتش. وهنتكل على الله، هنرمي رمي يا جماعه، ربنا يصلح الحال ونستفتح ناخد سمكه علشان تبقى كده الايه الخطه نجحت. يا مسهل يا رب، يا مسهل يا رب. الشمس برضه. يلا يا زغليلو، يلا يا زغليلو. شايفها مع الدولة بيدع الكاميرا بيدع الكاميرا السنة. صلى على النبي والله، اللهم صل على النبي. صلى اهو معاك معاك الله. اطلع يا ولا، اللهم صل على النبي. دي بالريمه يا جماعه اهي، ده سمك معوم، ده سمك معوم غير سمكه الغله خالص، هي اصغر من سمك الغله بس دي سمكه الريمه. وانا مبسوط ان ربنا كرمنا بالسمكه ديت علشان تبقى القطه اللي تحت نهاركم زي العسل. يا كريم يا رب. حجر المفروض ياكل يا جماعه. يا بنت كريم شوف وشي على المرايه، وشي على المرايه متر ومترين. يا مسهل الحاله يا كريم. حط في العياش يا جماعه الميه اهي، السمكه تبقى حيه. استاذ رضا والله هيتعذب النهارده، لا قاعد على ميه وواقف وحاجه. يلا المهم ان احنا نرضي حضراتكم. يا انت كريم يا رب. ايه دي؟ ايه دي؟ ايه هو دي؟ تخط كده وعلى طول. شو العظيم يا رضا. لسه بنفتح الكاميرا. ما جبتش الغمزه؟ قلت ايه؟ يا مسهل يا مسهل كريم. خش العنبوك انا اهو، خش. هننطينا يا شيخ. المايه نزلت قد ايه؟ احنا قاعدين نزلت ربع متر واحنا قاعدين. يعني شلطومه، اكبر شلطومه، اكبر شلطومه بالغله. اديله على خشم. طب الواحد ياكلها دي ولا ايه؟ اي شيء. يا جماعه اللي حضرتك بتدغدغها دي يا ريت تبقى ضامن انها مغسوله كويس علشان موضوع البودره. القمح غالبا بيتبدر علشان السوس. فيا ريت حضرتك تبقى متاكد انها مغسوله كويس. صوتك صحيح.
الله ينور عمان. بس حب تلعب حبايه مظبوط. يمام زيك. لا هو نايم. انا عارف انها شلطوم. قلت لك هتاخد نضرب شلطوم. كيف في السلسلة؟ عادي كده شوية لغاية. زيت يا ماما. على مهلك يا عم. صرت في المهلك. طبعا السمكة دي ما شفتوش غمزتها لان انا بتغيب والكاميرا نورت احمر. بتغيب فبقول لطفي يا استاذ رضا لغايه ما تغمز ساعات ما بيلحقش الغمزة. احنا هنقفل الفيديو على كده يا جماعة. الفيديو ده يا جماعة اهم ما فيه ان هي طريقة تخزين الريمة. طريقة تخزين الريمة دي بتتهيأ لي محدش عملها قبل كده على اليوتيوب والله العظيم يا جماعة نجحت معايا نجاح منقطع النظير. وخدت بقى سمك وحاجة كويسة هتوفر على حضراتكم صيادين الريمة فيما بعد في مبالغ كبيرة لأن حضرتك بتشتري ورقة الريمة ب10 جنيه والعالم غلابة. طيب علشان نعمل فيديو كامل عنه عن تخزين الريمة هيبقى في ميعاده في الشتاء إن شاء الله. انتظروا مننا فيديو قوي. احنا النهاردة صدنا مغلى. المية يا جماعة عايز حضراتكم تبقوا متأكدين إن المية لها وقفات. أنا النهاردة ضيعت سمك أشك وروح. ده بشرة خير مش وحش. بشرة خير لأن كده معنى كده إن النتاية دخلت. فحضراتكم يوم الذكر لو حضراتكم ملاحظين يعني من يوم الذكر اللي طلع ما خدناش سمك كبير. ولكن اليومين دول اللي جايين إن شاء الله بأمر الله النتاية دخلت. وفي آخر الفيديو أنا بشكر حضراتكم على المتابعة واستنونا في الفيديو الجاي. وتحياتي لحضراتكم ومع ألف مليون سلام. سلام عليكم.